السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة النهاردة من برنامجكم الصديقان. أنا وصديقي العزيز جناب القس أثناسيوس رزق اللي برحب به في أول هذا اللقاء. أبونا الله يخليك، تحياتي ومنورنا دايما. الله يخليك، ألف سلامة لجنابك وفضلتك. الله يسلمك ويديك الصحة. النهاردة الجمعة 23 نوفمبر 2018، برحب بحضراتكم، برحب بمشاهدي قناة المحور وبرنامج الصديقان. والنهاردة هيكون برنامجنا الحقيقة متنوع جدا، فقرات كثيرة نتمنى إن شاء الله أنها تعجب حضراتكم. النهاردة كمان بهني إخواتنا المسيحيين ببداية يوم الأحد، هيبدأ أبونا إيه الصيام؟ إن شاء الله بداية صيام الميلاد. إن شاء الله صيام الميلاد. كل عام وأنتم بخير. الله يخليك يا شيخ مظهر. بهني كل المصريين بالصيام اللي بيسبق عيد مولد سيدنا المسيح عليه السلام. كل سنة وكلنا طيبين، وبقرر التهاني بذكرى مولد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد أيام قليلة هنهني إخواتنا المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، وخلونا النهارده في حلقتنا نهنيهم، وتبقى اول تهنئه في مصر هنا لاخواتنا المسيحيين بمناسبه عيد الميلاد المجيد اللي بيكون عيد لنا كلنا ان شاء الله تعالى، ويكون عام ميلادي جديد سعيد علينا وعلى الامه الاسلاميه باذن الله وعلى الامه العربيه ان شاء الله. هيكون عندنا النهارده فقره خاصه ممتعه جدا مليانه انشاد وترانيم بمناسبه المولد وصيام الميلاد. هنلتقي فيها مع المنشده نور الجنه درويش والمرنم جرجس قلتاوس. حلقتنا كمان فيها فقرات متعددة. النهاردة في فقرة بعنوان بين المولد والميلاد، بعد مرور عام على الأحداث المؤسفة التي شهدها مسجد الروضة ببئر العبد في العريش، واللي اتعرض من عناصر تكفيرية قامت بإطلاق النار على المصلين خلال أداء صلاة الجمعة، مما أسفر عن استشهاد 310 شخص من المصلين وإصابة آخرين بدعوى انتمائهم للمذهب الصوفي. وتقوم الدولة بمختلف أجهزتها في تحدي واضح للإرهاب والتأكيد على أن هناك 1000 يد تبني مقابل أياد شيطانية خبيثة تريد الهدم. النهاردة بيتم افتتاح عشرات المشروعات الخدمية والتنموية عقب أداء محافظ شمال سيناء وقيادات الأوقاف والأزهر وعدد كبير من رجال الأعمال والجمعيات الأهلية وعديد من مختلف مؤسسات المجتمع المدني وآلاف المواطنين بشمال سيناء. النهاردة أدوا صلاة الجمعة بمسجد الروضة، وكان تحدث المحافظ أن أهم المشروعات اللي هيتم افتتاحها افتتاح 25 منزل مجهز تبرع بها الأزهر الشريف، و270 منزل تولت وزارة الأوقاف نفقتها، فيما قامت جمعية الأورمان بمشاركة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بتجهيز 54 منزل بالفرش، وتم رفع كفائتهم وتشييدها على أحدث الطرز المعمارية. وهناك كمان 100 منزل أخرى جاري تجهيزها من مؤسسة مصر الخير. وكان الدكتور حسن راتب في مقدمة المشاركين في هذا الافتتاح الجليل. بنهني مصر والمصريين بهذا الخبر اللي أفلج صدورنا جميعا، وكل عام وحضراتكم بخير. ومع جناب القس أثناسيوس، يعني أنا بهني جنابك يا شيخ مظهر بهذا الافتتاح الكبير لمسجد الروضة. في الأول بحب أهني كل المشاهدين وبرحب بيهم في حلقة جديدة من برنامج الصديقان اللي بنقدمه مع فضيلة الشيخ مظهر شاهين، ودايما هو بيغمرنا بصراحة بمحبته وإخوته. وعموما دي طبعا دي طبيعتنا المصرية مع بعض اللي احنا دايما عايشين فيها مع بعض، بنهني بعض في الأفراح وبنعزي بعض في الأتراح والأحزان، وده طبيعتنا كلنا. الكنيسة النهاردة وشعبها بيستحقوا التهنئة، حيث أنه في أنحاء العالم بشكل عام والمصريين بشكل خاص بيبدأوا من بكرة رفاع الصوم الكبير، ويوم لحد أول أيام صوم الميلاد المجيد، وبعدها يبتدي صيام الميلاد لمدة 43 يوم. بهني كل المسيحيين والمصريين بهذه المناسبة، وبتمنى أن يكون عليهم صوم سعيد، والمسيحيين كلهم يصوموا هذا الصيام اللي ليه معاني كبيرة وفيها زهد وفيها نسك وفيها بعد عن الملذات وكل ما هو يعني مغريات. وأيضا إخوات المسلمين يستحقوا أيضا التهنئة، احتفلنا يوم الثلاثة اللي فات بالمولد النبوي الشريف، واللي تصادف أنه هيكون في رحابه افتتاح مسجد الروضة بالعريش، اللي بصراحة يعني الرئيس السيسي يستحق التهنئة، جيشنا المصري يستحق التهنئة، شرطتنا المصرية تستحق التهنئة، كل القيادات المصرية والحكومة المصرية تستحق التهنئة. ده يعني حلقة من حلقات الانتصار الطبيعي اللي بتقوم به الإرادة المصرية الشعبية في تحدي واضح للإرهاب رفضا ويعني شكلا وموضوعا بكل تبعاته.
فنحن نرفض الإرهاب، وبالتالي افتتاح مسجد العريش بعد مرور سنة تقريبا ده تحدي كبير وينم عن إرادة حقيقية لجموع المصريين. في يعني من خلال زميلتنا هنتابع أحداث هذا الافتتاح واللي حصل، مراسلنا في بئر العبد في مسجد الروضة هيبدأ يعني يعرفونا بالأحداث اللي حصلت النهاردة. وكمان أنا برضو في مناسبة أخرى بحب أهني كل الرجالة بالاحتفال باليوم العالمي للرجل، وبهني كل الأطفال بالاحتفال باليوم العالمي للطفل، وهتكون فقرتنا الحوارية بتدور حول يوم الرجل ويوم الطفل مع جناب القس إكرام لمعي والمستشار أحمد مصلحي. ولكن اسمحوا لنا قبل ما يعني نستعرض هذه الفقرات نتكلم على بعض الأخبار والأحداث الجارية في تفقد سير العمل في يعني يمكن ربما أهم هذه الأخبار، نلقي الضوء على ما قام به الرئيس السيسي في جولته النهاردة لنفق قناة السويس، ونتابع مع بعض الأخبار في هذه الفقرات. تفضل يا جناب الشيخ مصر. النهاردة في خبر بيقول أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أثناء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هنأ فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الرئيس السيسي وشعب مصر، وذكر فضيلة الإمام بعض المتربصين بالسنة النبوية والمنكرين ثبوتها. تعالوا نطلع فاصل بسيط ونرجع عشان نكمل هذا الخبر ونكمل بقية أخبارنا ونعقب عليها إن شاء الله تعالى. الله أكبر.